مرحبا مواليد برج الأسد، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 19 للأحد 25 تموز يوليو؟ شو في عنا في هذا الأسبوع؟ هذا الأسبوع هو أسبوع كتير مهم بالنسبة لكم، هو أسبوع مفصلي لأنه الشمس بتوصل لبرجكم يوم الخميس 22 تموز يوليو الساعة 2:30 بعد الظهر توقيت العالم، يعني 5:30 المساء توقيت بيروت توصل الشمس لبرجكم. ولكن يوم السبت رح بيكون القمر فول مون بموقع مواجه لكم، وبالتالي معقول انتم تتأثروا بشكل مباشر بهذا الفول مون اللي هو يوم السبت. فكيف بده يكون هذا الأسبوع؟ منتابع، خلونا نشوف التنين. طبعا الأبراج اليومية بتاخدوا المزيد من التفاصيل، ولازم تروحوا لشهركم شهر تموز ترجعوا بتسمعوا وبتسمعوا برجكم، الجزء الثاني مهم جدا لكم. المهم التنين 19 تموز يوليو بعتبره من الايام الاتعب، الايام ما رح اقول اقل حظا لكن الاكثر تعبا لكم، الاكثر ازعاجا خلينا نقول، ويلي لازم تنتبهوا خلاله، من الايام يلي لازم تدرسوا اموركم خطواتكم بشكل جيد مدروس وتمتنعوا عن المجازفات اذا امكن والمشاكل خاصه مشاكل العائليه. 3 والاربع يومين حلوين لكم في هذا الاسبوع، القمر ببرج القوس رح بيكون في نوع من انفراج نفسي، انفراج معنوي، انفراج على مختلف الأصعدة، بيساعدكم موقع القمر من برج القوس ورح يقدم لكم نوع من تسهيلات تفرحوا فيها. صاركم تقريبا 30 يوم مزعوجين ومتضايقين، الثلاثة والأربعة بتبلش عندكم انفراجات، مش انه بتبلش لكن رح تلمسوا انه الثلاثة والأربعة في انفراجات معينة بانتظاركم، استفيدوا من هاليومين. الخميس والجمعة بطل فيها الأد انفراجات مسهلة، بصير انتو بدكم تشتغلوا على عملكم وعلى شغلكم، في شغل رح بتكون ايام طويلة، الخميس ريكون يوم متعب متعب متعب، ما بتلحقوا قد ما في شغل بتحسوا حالكم ما قادرين تكملوا. الجمعة اريح شوي لانه الشمس بكون صارت ببرجكم لكنه يوم كمان طويل، والجمعة قد يحمل لكم خبر له علاقة بيتعلق بصحتكم أو يمكن بشغلكم. السبت والأحد وتحت تأثير الفول مون من برج الدلو يمكن تلاحظوا وتشوفوا أنه في نوع من متطلبات جديدة، هالمتطلبات فيها تكون من العيلة، فيها تكون من البيت، فيها تكون من الأصحاب، فيها تكون من جهات عم تتعاملوا معها. هلأ مساقب انه هو ويك اند، يعني يمكن بالإيميل يجيكم شيء مسألة مثلا يا بتفرحكم بتبلشوا تشتغلوا عليها كأنه عم تلتقوا مع حدا ميتينج تعالوا نلتقي، أو في يكون طبعا لقاء اجتماعي أو في يكون لقاء يمكن يكون مهني، لكن هنالك بعض المزاجية السبت والأحد انتبهوا لها. الأشخاص يلي عم يبحثوا عن ارتباط احتمال انه هاليومين يحملوا لون هذه الفرصة. كوكب المريخ بعده ببرجكم فكونوا حذرين، مواليد 16 ل 21 اب اغسطس، الاكثر حظا هي مواليد 19 ل 22 بنفس الوقت، فانتبهوا من تأثيرات كوكب المريخ. بدي اتمنى لكم اسبوع حلو، ما تنسوا تتابعوا الابراج اليومية والابراج الشهرية للمزيد من التفاصيل. شكرا لكم، باي باي.